افرض حضرتك انا اتحطيت في هذا الموقف وكنت في نفترض مثلا بيئه اجتماعيه، مجموعه صحاب وانا حابه ان انا انتمي اليهم ومش عارفه هم رافضيني ليه، بس هم رافضيني وانا مش متقبله ده، يعني اتصرف ازاي مثلا؟ اولا صدمتك في نفسك ان انت قليل، اوعى تحطها قدام عينيك او تحطيها قدام عينيك. بس ممكن هو الشخص ده يا دكتور يبقى بطبعه انطوائي وما عندوش ثقه في نفسه. ما هو يعني احنا هنا هنفرق بين اتنين، بين الغلبان الانطوائي اللي يعني المهارات الاجتماعيه بتاعته على قده، وبين اللي عايز يفرض نفسه على ناس او عنده حاله من الانتهازيه الاجتماعيه. الاثنين لازم نفرق بينهم. احنا شايفين حد انتهاز اجتماعيا فعندنا المبرر نرفضه، انما اللي نفسه يقوي مهاراته الاجتماعيه او يقرب لينا، الرفض هنا لما بيستقبله بمنطق انك قليل، انت مش شبهنا، انت مش زينا. طب لو اترفضت تقعد تعيط وتقول انا فعلا قليل؟ ابدا. طب يعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه نتعلمها مع بعض انه المجال ده والناس دي مش مناسبه انها تقوي مهاراتك الاجتماعيه. اذا فكره الرضا بالرفض فكره مهمه، او تقبل انني رفضت فكره مهمه جدا محتاجين نستوعبها. بس هل ممكن او سهل ان انا اخاطب اللاوعي بتاعي عشان ادرك ده واقتنع بالكلام اللي حضرتك بتقوله؟ ما هو احنا ابتدينا بايه؟ ان دي بالنسبه للعقل مشكله، وانها صدمه شديده. انا اسف، الم خدته من الحياه طبعا ومش مدركه. الوجع بتاعه بيخليني اوتوماتيك كانسان اتكيف، اتعامل ازاي؟ اطور من مهاراتي ازاي؟ فكره الرفض دي بس مش كل الناس بتفكر كده يا دكتور، يعني في ناس زي مثلا الحادثه بتاعت نيره اشرف، الطالبه نيره اشرف، الراجل ده اللي هو او الولد اللي قتلها، القاتل اللي للاسف ارتكب الجريمه البشعه دي، ده مثلا اخذها على كرامته، فهل ده معناه ان الرفض ممكن ياثر على عقله ولا ياثر على نفسيته؟ ما هو يعني عقلي محصلة الوظائف بتاعته هي تمثل نفسي كإنسان، ولكن ده يوم ما اترفض في عندنا ملابسات في هو ما حسنش بقى من نفسه عشان خاطر يستعيدها تاني، هو بالعكس هو فكر في الانتقام مثلا. أخلي بالي هنا إنه لما بترفض، الرفض هو نوع من الألم اللي لازم تمر بيه، لأنه ده زي الجيم، ده جيم نفسي أنت بتتعرض له عشان تقوي عضلاتك النفسية في التعامل مع الحياة. إن جيت أنت النهاردة رفضت أصلاً الفكرة أنك إزاي تترفض، ده أول خطوات ضعفك طبعاً. في قصة نيرة شباب كتير بتتجه هذا الاتجاه. ليس معنى رفضك أنك قليل، معنى الرفض أنك لا تشبه من رفضك. هو شايف أنك مش شبهك، لأن أنت ممكن ترفض حد تاني لأنك شايف أنه مش شبهك، وهكذا. دي حياة الناس ما بتمشيش فيها على مزاجنا طبعا. ويمكن في المقدمة اللي حضراتكم قلتوها، انه قد يرفض انسان في مجموعة ما نظرا لانه عنده حاجات كتير تمثل نوع من النجاح او التميز، وقد يرفض عشانها. ده برضو حاجة من افكار الرفض. طبعا. وعشان كده نصيحتنا للمتميزين، اوعى تشك في قدراتك. اوعى تقول او تهتز ثقتك في نفسك، اصل انا كده ما ينفعش، اصل انا طول الوقت بيحصل لي الكلام ده. ابدا.